السلام عليكم مشاهدينا الكرام متتبعين موقع يا لالا، كنشكركم على الاستضافه. وبالنسبه للجديد الفني ديالي ان شاء الله غادي تشوفوني في مجموعه ديال الاعمال المغربيه في رمضان اللي عندي فيها مشاركات بساط، مي الحمد لله رجعت ما بيناتكم. عندي كما كتعرفوا مسلسل زعيمه ديال اخراج علاء كعبون بطوله مريم زعيمي، عندي فيه كنلعب دور ديال شرطيه، ان شاء الله تشوفوني معاهم في 7 الحلقات. كذلك الفيلم تلفازي التقشيره، وكذلك عندي مشاركه بسيطه في المسلسل الرائع الماضي لا يموت. بالنسبه للقطيعه ديال المجال الفني اللي كنت درتها كما سولتيني، لا ما اثرتش عليا، بالعكس زاد عطاتني قوه وعطاتني ثقه في نفسي اكثر. وكما قلتي انا كنت كندير بطولات كبار ورجعت دابا كندير ادوار، يعني ادوار ثانويه وصغيره، سام ديرونج با. علاش؟ حيت ما كاينش كما كنقولوا دور كبير ولا دور صغير، كاين ممثل كبير وممثل صغير، يعني نقدر نكون في مسلسل كامل، نقدر ندير فيه غير مشهد واحد ويبقى يعني المشاهد يعني نبقى راسخه عنده في الذهن ديالو، في حين نقدر ندير بطوله ونفشل فيها. انا بالنسبه ليا يعني الممثل ما كيتقاش بكميه المشاهد اللي عنده، ممثل محترف يا اما محترف يا اما لا. بالنسبه للحكم ديال الجمهور المغربي على الاعمال، بعد مرات كتكون واحد كما كنقولوا نيه مبيته، ان قبل ما يعني يبان العمل كتكون واحد كنحكموا على شي عمل بلا ما نشوفوه. سي فغي كاينين اعمال اللي ماشي في مستوى، وكذلك كاينين اعمال اللي في مستوى وخاصها تشاف، ودي فوا كتكون ديك الوقيته ديال كما كنقول وقت الذروه كيكونوا شي اعمال اللي كتنافس، يعني تقدر تلقى سيتكوم هنا وسيتكوم هنا وسيتكوم هنا، يعني المشاهد المغربي كيدوخ، كيكونوا بزاف ديال البروغراماسيون. هادشي علاش كنفضلوا حنا، انا بالنسبه ليا عندي ديك الوقيته ديال الافطار كنكون شويه شارجي، ما حيلتي كما كنقول بدارجه، ما حيلتي لبنتي، ما حيلتي الغسيل المواعن، يعني ما كتكونش عندي ديك الفرصه اللي نقدر نتفرج في الاحكام يعني في الاعمال ونقيمها مزيان. كنفضل نشوفها يعني يعني كما كنقولوا في يوتيوب ولا من بعد رمضان. علاش من بعد رمضان؟ حيت ما كتكونش ديك المنافسه قويه. دابا عندنا حنا مشكله ديال المنافسه، تقدر تلقى نهار واحد كيدوزوا فيه 7 المسلسلات، يعني ما يمكنش لك تبقى مركز مع مسلسل واحد. في الحقيقه انا ما كنفكرش ندير شي كما قلتي شي ويب سيري، حيت ما عرفتش، انا متعلقه بالتلفازه، انا كنت ممثله تلفازيه، يعني كنفضل ان المشاهد المغربي يشوفني في التلفازه، ما كنبغيش نقتحم وندخل عنده في يوتيوب. يعني اللي بغى يتفرج فيا ولا شي حاجه يعرفني امتى كنكون ويتفرج في البروغراماسيون ديالي، اما هكا باش تكوني كتشوفي حاجه حتى كتطلعي في يوتيوب، جو بريفير با. الصراحه بالنسبه للكاميرا الخفيه كنت غادي نكون معاهم من الطاقم، كنت غنكون معاهم في الطاقم الفني، كنت انا اللي غادي نديرها بالناس، مي كان عندنا الوقت شويه ضيق، كان عندي لافون بروميير ديالي في الفيلم ديالي في طنجه في المهرجان الوطني، كنمشارك في الكومبيتيسيون، وسكيف في اخر لحظه اعتذرت وما قدرتش نمشي نكمل معاهم التصوير. صراحه ما عرفتش هاد القضيه ديال مفبركه ولا ماشي مفبركه، حيت انا كانوا عيطوا لي باش نكون معاهم يعني من الطاقم الفني. هذه ديال مفبركه كتكون الضيف هو ديك الساعه واش كيكونوا قالوا لي راه غنديروا بك الكاميرا ولا ما غنديروش بهم. انا كتبقى مساله، نهار اتفقت معاهم انني نكون معاهم قالوا لي بون فوالا غتكوني معنا في شي حلقات، ديتو يعني ما عنديش شي درايه اكثر. اي جو كوا با واش تكون مفبركه. بمناسبة شهر رمضان الكريم كنشكر الموقع يا لالا، وكنشكر الجمهور الوفي دائما لمشاهدة الأعمال ديالنا المغربية، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وشكرا على الاستضافة، وشكرا للصحافة المغربية دائما الاهتمام ديالهم بالمواهب المغربية.